بعد ما اتكلمنا خلاص بقى الماتش اللي هو حطك في مصاف اللي هو هتطلع في الفريق الاول، اول مره طلعت الفريق الاول كان امتى يا ماهر؟ بص يا كابتن مصطفى، وقتها كابتن جوهري كان موجود فريق الامل وعامل فكره فريق الامل لمده سنتين، نعم، على اساس يطعم بيه اي احتياجات للفريق الاول وانتم موجودين في الفريق الاول. اي خلل ممكن يحصل ممكن ياخد من فرقه الامل. فرقه الامل دي اتاخد منها لعيبه، ثلاث لعيبه 16 سنه، وانا كنت من ثلاث اربع لعيبه اللي هم 18 سنه، ثم بعد كده فرقه الامل اللي هي كانت تحت 20 سنه. برضك التوفيق يا كابتن مصطفى، سبحان الله. يعني انا لما بدات مع الامل تحت 17 سنه كنت وقتها، فاكر الصوره دي يا ماهر؟ ده كوزموس، كان ده بيكن باور وده كارلوس البرتو، اللي هو كان بيلعب وينج رايت، بالظبط، اللي هو خد كاس العالم. مع البرازيل. ايوه، وبيكن باور يا كابتن كان مثلنا الاعلى. ايوه طبعا، يعني احنا انا والكابتن مصطفى يونس وكابتن حسن كوزموس، انا جبت فيه، عملت جول، رمضان السيد جاب جول، ايوه، وانا جبت جول، وطاهر الشيخ جاب جول، عملت انا جول لطاهر الشيخ وجبت جول شوطه من بعيد. لما بدات الامل يا كابتن وانا تحت 17 سنه ما كنتش بلعب. ليه بقى؟ وقتها كان في حازم خالد بيلعب، محمد عبد السميع، وكان معاهم احمد عوض، وحمدي جمعه ساعات كان بيلعب مساك برضه. وفرقه الامل ديت، دي فرقه الامل اللي كان الكابتن جوري بيلف بيها كل الاقاليم. ايوه، وكل الماتشات بقى الحبيه او الماتشات التكريم احنا كنا بنروح نلعبها. يا اخي الكابتن جوهر ده رحمه الله عليه كان سابق الزمن في تفكيره، كان بيفكر في حاجات استحاله تيجي في على فكره اي حد. بالظبط، كل الناس دلوقتي بتقلد بقى فكره الكابتن جوهر. دي حقيقه، دي حقيقه. فالمباراه دي يا كابتن كانت في الشرقيه، والشرقيه وقتها كانت بتلعب في الدوري الممتاز. ايوه، واخد بالك. و انا كنت بره التشكيل، بره ال 18 بره ال 18 خالص. وبعدين حصل ان حازم جاله انفلونزا، حازم خالد، فما جاش الصبح الساعه 9 مع الفرقه. وركبوا الباص، والكابتن جوهري قال لعبد البقال، انتوا تعرفوا بيت مريم امام في العباسيه؟ فعم جمعه قال له يعني انا اعرفه يعني. قال لهم روحوا هاتوه. فقال طب روحوا هاتوه، وحصلونا على الشرقيه هناك. ياه. والله العظيم يا كابتن مصطفى، انا نازل اجيب الفطار الصبح، لقيت الكابتن عبد البقال قدامي. كان سنة كام يا ماهر؟ ده كابتن افتكر يعني عدي 73 ممكن 74 73 74 ممكن، او 74 75 74 75 لان انا في السنه دي بعديها لعبت مع الفريق الاول يعني. طيب، جاء خدت عبد الوهاب، خدك في تاكسي وطلعته. اركب. رحت راكب. ايه يا عم عبد، ما اتخضتش؟ انا اتخضيت، قلت في ايه يعني، وده جاي يدور مش عارف بيتي، مش عارف، وعمال يسال و و و فربط على الجراج، قال له مريم امام اهو. بس انت كنت عارفه؟ طبعا. ف رحت راكب. ركبت بقى، طلعنا على الشرقيه. ما قلتش لصوتك ان انت طالع؟ قلت له ربط على الجراج بقى. قلت له للحاجه بقى، انا كنت معايا يعني حل حاجه فيها فول وطعميه، نازل اجيب الفطار يعني. فقلت له للحاجه حط البتاع، نادي عليها حط لها الحاجه دي في السبت. قول لها ايه؟ هو راح الشرقيه. راح الشرقيه، جالي عقد عمل. فقالت ايه ده راح الشرقيه؟ قلقت يعني، ما كانش في تليفونات بقى ولا حاجه خالص. فروحت الشرقيه، هم خدوا اللبس، الحمد لله خد اللبس معاه، واخد بالك. دخلت لقيت الكابتن جوهر قال لي اقلع. قلعت. قال مارا ممحي مكان حازم يعني. والله يا كابتن مصطفى سبحان الله، سيد رشاد جايب ايه في الاسبوع الثامن؟ جايب حوالي 6 جوال وسبعة جوال في الدوري الممتاز. شعره لاعب الشرقيه، سريع وقوي. حاجه مرعبه يعني. ده ماتش ودي، ده ماتش ودي. والعب على سيد رشاد ده يا كابتن مصطفى سبحان الله، ما لما استهلوش يعني، فوق تحت في الهواء. الماتشات ده يا كابتن مصطفى كان بيجي لنا الكابتن علي زور الله يرحمه، عشان تتفرج على علي زور ابنه علي، دكتور علي. كان الكابتن فتحي، كابتن عز طبروس كان مدير كوره ليكم وقتها. ايوه، الفريق الاول كان هو جاي معاكم الشرقيه ساعتها. كان بيجي معانا الماتشات دي عشان يشوف لعيبه ويطلع بالظبط كده. فالثلاثه لقيتهم قاعدين في العربيه قدام بيتكلموا علي، كابتن علي زور وكابتن عز طبروس. مرضى ايه اللي ورا دوت؟ ده ابنكم يعني؟ قال له ده ابننا، ده من نشيد النادي وبتاع. قال له طب والله كويس يا جوهر، ده يعني انا شايفه كده يعني طلعته طلعه كويسه. نعم. فلقيته بينادوا عليا، فرحت رايح، انا كنت قاعد في اخر العربيه، رحت رايح
ندهولك بقى. ندهولي اه. فضلت واقف. سالوني عندك كام سنه؟ واخد بالك؟ كابتن عز بروس. قال لي ماهر بكره. كابتن علي زور انا فاكر قال لي شد حيلك انت منين يا بتاع مش عارف ايه. فضلت انا من الصعيد يا كابتن. قال لا عشان كده الصعيده بتجيب عيال الرجاله. انت منين من الصعيد يا ماهر؟ من هنا. من هنا؟ اه محافظه هنا. واخد بالك كابتن مصطفى؟ اه. فقلت له انا؟ قال لي اه بكره تبقى موجود معانا الفريق الاول. مع الفريق الاول واخد بالك؟ الساعه 3. طيب هو قال لك الكلام ده وانتوا راجعين معاه في الباص وصلت البيت وانت ماشي وانت راجع بقى في المشوار ده كله ايه اللي كنت بتفكر فيه؟ يعني ايه لما مدير كوره يقول لك انت بكره موجود مع الفريق الاول؟ انت فكرت في ايه؟ ايه كان احساسك واللي انت فتره من الفترات كده قلت ايه ده انا في حلم ولا في ايه؟ اه بالظبط يا كابتن مصطفى الحلم وانت صاحي. يعني ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ يعني المراحل دي والنهارده بتطلب انك انت بكره تيجي مع الفريق الاول؟ روحت البيت بقى. قلت ايه لاخواتك بقى في البيت؟ قلت لهم بقى قلت لهم ده طلبوا مني كذا 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 وكابتن عزت ابو روس مدير الكوره كابتن جوهري وكابتن علي زور معجب بيا. صدقوك ساعتها ولا قال لك ده؟ فطبعا يعني عارفين مين الاشخاص اللي بتتكلم قيادات النادي بشكل كبير يعني. جالك نوم يوميها؟ لا يا كابتن ما جالكش نوم خالص. انا قعدت بقى يا كابتن مصطفى استرجع بقى كده ان انا كان سبحان الله كان جابر ده اهلاوي مجنون اللي هو عرفني بالكابتن متولي. فكان يحضر تدريباتكم كل يوم ده هو اخوه جابر اللي هو احسن لعيب كره شارب عندنا ده. خلاص. فكان بيحضر كل التدريبات يا كابتن مصطفى في المدرج الخشب. ايوه. بعد ما كل خل... كنت بخلص التدريبات انا انت عارف ملعبنا كان ورا الملعب ملعب الهوكي اللي ورا الهوكي. بعد ما خلص ينادي عليا ماهر اطلع اروح طالع ناطط وطالع اقعد جنبه يقعدني جنبه. يقول لي ايه بص على حسن حمدي ومصطفى يونس. مالكش دعوه باي حد تاني. اقول له ازاي يا كابتن؟ يقول لي بص عليهم بيتحركوا ازاي بيقطعوا ازاي بيتكلموا ازاي. فكنت اطلع يا كابتن. هل انت حلمت ان في وقت من الاوقات وانت قاعد بتتفرج على حسن حمدي وعلى مصطفى يونس طبعا مع حفظ الالقاب حلمت انك تلعب في وسطهم؟ لا صعب يا كابتن. يعني محمود خواجه بيقول لي وانا قاعد بتفرج على كابتن حماده امام انا حلمت وانا قاعد في هو صاحي. فقال لي حلمت ان انا بلعب في الملعب وربنا اكرمني. انت ما حلمتش خالص في الكلام ده؟ لا او توقعت؟ لا يا كابتن كان صعب قوي خالص. صعب قوي يعني. يعني مصطفى وحسن يعني كانوا حاجه بالنسبه لي يعني وزير الدفاع وبيكنباور الكره المصريه مصطفى يونس. طيب اول يوم وانت داخل على غرفه الفريق الاول مين اللي قابلك؟ بص يا كابتن يعني الاوضه بتاعتكم كنا صعب نعدي من قدامها. صعب جدا يعني انت عارف الهدوء والالتزام واذا كان في ناشئين يعني بيخشوا اوضهم يقفلوا عليهم ومحدش يتكلم طول ما الفريق الاول موجود صعب جدا ان حد حتى صوته يطلع. انا كنت بلعب في اوضه الناشئين اللي كان تحت المدرج. وبعدين خبطت بقى طبعا يا كابتن عشان اخش. مين اول واحد شفته كده اول وهله كده شفته؟ انا شفت هدوكوتي يا كابتن اتخضيت. هدوكوتي وحش واقف رعب. حاجه يعني صعبه قوي شخصيه وصوت. اول هو اول واحد قابلك؟ لا اول واحد قابلني كابتن انور سلامه. كابتن انور قال لك ايه ساعتها كابتن انور سلامه؟ يعني انا لما دخلت يا كابتن مصطفى انا داخل الاوضه مش عارف اخش فين واطلع منين تترنح واجي منين. فلقيت كابتن انور سلامه راح عامل لي كده ورحت رايح عليه. راح قال لك اقعد جنبه. قعدت بقى جنبه انا خايف النفس يطلع يا كابتن مصطفى اضايق اللي حواليا. مين اللي حواليا بقى؟ عباس عبد الشافي والكابتن هاني مصطفى. الكابتن هاني مصطفى كان وقتها ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب ويكمش فيه على خير. كان وقتها بيبطل. ادي الصوره اهي بتاعت مستر هيدوكوتي عالمي. فالكابتن انور سلامه اول واحد استقطبك. استقطبني. وطبعا اتقالت قعدت بينه وبين الكابتن هاني. بينه وكابتن هاني وكابتن زيزو على يميني. فكابتن انور قال لي بص انا عايز اقول لك حاجه انت لعيب كويس واحنا شايفينك. هم كانوا متابعينك بقى. واحنا شايفينك. انتوا كنتوا بتمرنوا قبلينا يا ماهر. بالظبط. ماتشات كمان يا كابتن. ماتشات كمان. كنا بنتفرج عليكم كلكم بتلعبوا الساعه وشايفيننا الساعه 1 بالظبط وبتخلصوا وبعدين انت من الساعه 3 واحنا الساعه 3 وربع كده. يعني اقول لك كمان حاجه يا كابتن مصطفى كمان حاجه كانت ميزه كمان فيكم حاجه جميله قوي لما كنا نلعب ماتشات الاهلي والزمالك عندنا ف
فاحنا برضك جزمنا كانت اللي هي الجلد احنا كلنا لعبنا بدأنا بيها واحنا في الاشبال اللي التعبانه دي اللي تطلع تلاقي فيها مسامير من جوه والشراب كله ده بالظبط. وانتوا بقى طبعا الاديداس. فانا كنت بطلب من الكابتن مصطفى يونس، كنا نفس المقاس مقاس واحد. فكان مصطفى بيطلع لي الجزمه اللي بيلعب بيها المباراه. ما بالك كان في حلاوه النادي الاهلي طبعا كابتن حاجات دي يعني. انت شوف انت بتقول وانت داخل على الاوضه وكلك رهبه وخوف جدا، لقيت مين اللي بيجيب لك؟ كابتن انور سالم بيقول لك تعالى اقعد جنبي هنا، وجنبك زيزو، وجنبك كابتن هاني، وبعدين واحد بيجيب لك جزمه عشان تلعب. بالظبط. طيب اول تمرين نزلته الملعب كان احساسك ايه؟ لا فضلت برضك الرعب ده، الرعب لكن هو لحد ما نزلنا قبل التمرين وهو بيتكلم معايا، انت لعيب كويس وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى لك دور، العب لعبك وما تخافش، واحنا كلنا معاك، كلنا حواليك، كلها حاجات عبارات يا كابتن مصطفى تشجيعية تطمنك. فبدات بقى يعني تبقى ريلاكسيشن شويه كده، احس بقى بالراحه يعني. لكن اول ما بدانا يا كابتن، اول تعاملك مع مستر هيديكوتي والكابتن فؤاد شعبان كان ايه؟ عباره عن ايه بالظبط؟ طبعا الكابتن حسن حمدي موجود وقتها ومصطفى يونس، فانا يعني الكلام كان قليل قوي معايا. يعني لما بداوا بقى يبقى فيه اهتمام لما بدات اخد ادوار يعني. وانا دي هتكلم فيها، انا لما بتكلم اول تعاملك مع مستر هيديكوتي كان بيقول لك ايه او قال لك ايه؟ هو طبعا الكابتن حازم كرم كان بيعرف بيعرف ومحسن صالح كمان، ومحسن صالح وكان كله كلامه ان هو يعني مبسوط مني وحاسس ان انا ممكن اكون ورقه رابحه او بديل كفء للكابتن حسن حمدي والكابتن مصطفى يونس. فكل كلامه كان فيه تشجيع يا كابتن مصطفى، وحته يعني اديني ثقه برضك. من ضمن الحاجات يا كابتن مصطفى اللي كان تعليمات هيديكوتي ليا خلال الفتره ديت، انه طلب من الكابتن عزت ابو الروس ان انا اقعد في المطبخ. تقعد في المطبخ يعني؟ قال له ده ما يطلعش من المطبخ. يعني ايه ما يطلعش؟ قال له ده يجي الصبح ياخد وجبه، ياكل وجبه والظهر قبل التمرين ياكل وجبه عشان تكوين الجسماني بالظبط، وبعد المباراه ياكل وجبه، وهو مروح لفول وجبه او وجبتين. فحصل نوع من الـ الاهتمام من ناحيه التغذيه، لان كنت طالع بقى كابتن مصطفى لسه صغير بقى سفروت كده صغير بالظبط. طيب قال لك ده يخش المطبخ عشان عاوز يغذيك، عشان هيبدا ياهلك بقى انك تلعب في الدرجه الاولى. بالظبط. اول تمرينه وكان شفت كابتن حسن حمدي، شفت كابتن مصطفى يونس، كابتن انور سلامه، كابتن زيزو، انا كنت موجود، كان دكتور سمير حسن موجود، سمير حسن موجود، وكان فتحي كابتن فتحي مبروك، وكابتن انور سلامه موجود، انور سلامه، وكان احمد عبد الباقي، واحمد عبد الباقي وفتحي مبروك وخطيب ومحسن صالح ومختار، محسن صالح ومحسن صالح وطاهر الشيخ وجمال عبد العظيم. كان مختار لسه ما جاش، مختار لسه ما جاش، كان لسه ما جاش. ادي الصوره هي بتاعت كابتن، فاكر الكوره دي زمان يا ماهر؟ الكابتن حسن حمدي يا كابتن مصطفى، انا بقول لك كنت بطلع اتابعهم بشكل كبير جدا يعني. انا عايز اقول لك الكابتن جابر ياخدك ويقول لك تعالى بص على الكابتن مصطفى يوسف وعلى الكابتن حسن، كان ذكي جدا يعني سبحان الله يعني. شوف اختار ايه يعني، اختار اثنين. ايوه عشان انت بتلعب في المكان ده، في المكان ده فدول مسك الاعلى. بعد هيديكوتي ما خدك في الجزئيه دي بالذات، وده طبعا حبيبك اهو كابتن مختار طبعا حاجه جميله، الفوله بتاعتك اللي اتقسمت بصراحه يعني، شخصيه ربنا يديله الصحه والعافيه جميله يعني. بعد ما هيديكوتي قال لك ده يقعد في المطبخ، ده عشان في المطعم بمعنى صح، عشان خاطر ايه تتغذى وبتاع والكلام ده كله، اول مره حسيت هيديكوتي بيهتم بيك في الملعب كان امتى يا ماهر؟ مباراه الاسماعيلي يا كابتن مصطفى في اسماعيليه 75، كان في وسط 25,000 متفرج، كنا اول مره تلعب قدام جمهور كتير كده. انا بقى يا كابتن مصطفى كنت اساسي رقم 17. كنت اساسي؟ لا، رقم 17 احتياطي في الفرقه. كابتن هاني
كان ما برضاش يقعد احتياطي بعد ما عمل الكارتليتش والصليبي. كان عنده الغضروف، في مشكله بينه وبين الكابتن عزت ابروس فكان بيرفض. فانا كنت ببقى قاعد في اوضه اللبس بتاعتنا معايا الشنطه. ايوه. فالكابتن عزت يجي يقول لي ماهر جاهز، هات شنطتك وتعالى. يعني انت ستاند باي لاي نجم من النجوم دول. بالظبط. يعني رحت الشرقيه كانت ستاند باي فجالك عبد البقال. أيوة. خدك عشان خاطر حازم ما جاش. بالظبط. في اول ماتش الاسماعيليه كابتن هاني ما رضاش يقعد احتياطي، دخل احتياطي. احتياطي. انت كنت 17 خارج ال 16 اللي كان بيحطه في السكور. حتى الفنيه بتاعتي كانت رقم 17. لعبت اول مباراه دي؟ لا المباراه دي بقى يا كابتن مصطفى انا احتياطي. سنه كام يا ماهر؟ 75 76 75 76. الكابتن حسن وقع اتعور؟ اتخبط مع علب جريشه في الهواء كده اتخبط. فوقع. فلقيت هدوكوتي بيقول لي قوم سخن. قوم سخن. يعني طبعا انت في خضه. أنا مش قادر يا كابتن مصطفى، مش قادر. فطبعا انا اسمر ووشي بقى اصفر، بسخن رجليا كلها مكلبشه وعمال ادعي يا رب يا كابتن حسن تقوم، يا رب يا كابتن حسن تقوم. العب فين يا كابتن مصطفى؟ علب جريشه واستاذ عبد الرازق واسامه خليل وامين دابو. وامين دابو كانت فرقه قصه تقيلة. قصه صعبه يعني. المهم كابتن حسن قام. ورحت تجاري قاعد على الدكه بسرعه. واخد بالك عشان محدش يقول لي قوم. الرعب كان مسيطر عليك كده؟ طبعا يا كابتن. طبعا عمليه صعبه جدا. ما لعبتش الماتش ده بقى. يعني انا كل اللي يعرفني يا كابتن مصطفى جمهور الاهلي 300 واحد بتوع الناشئين، 400 واحد اللي بيتفرجوا علينا بس. لكن انت عشان قدام 25,000 متفرج في استاد اسماعيليه دي حاجه يعني صعب جدا يعني. صعب. لا لحد ما جه بقى مباراه الطيران دي اللي كانت اول مباراه. الطيران بتاع 1-0 اللي جابه الخطيب. بالظبط. انت متاكد الخطيب اللي جاب الجول ولا انا اللي جبت الجول؟ لا انت. انا اللي جبت الجول بدماغي. انت. انا قلت في التقديمه ان وانت قلت الخطيب. انت قلت الخطيب. مفيش فايده فيك. لا انت قلت. انا بقول لك انت. لا انا اللي جبت الجول. قلت. انا اللي جبت الخطيب. انا جبت الجول في المباراه دي طلعنا 1-0 وبعديها الكابتن احمد ماهر والكابتن حازم كرم جم النادي الاهلي. ايوه. ان كانوا بيلعبوا في الطيران. مظبوط. أيوة صح. طيب مباراه الطيران انت كنت اساسي فيها بقى؟ لعبت اساسي فيها ولا كنت احتياطي ونزلت؟ احتياطي ونزلت. نزلت بعد قد ايه يعني؟ افتكر كابتن مصطفى في اخر نص ساعه. اخر نص. مكان مين؟ كابتن مصطفى يونس. كان اتخبط ولا اتعور؟ ايه كان احساسك في الملعب وانت بتلعب جنب وزير الدفاع؟ عايز اقول لك يا مصطفى احساس، شوف احساسي مع الكابتن انور سلامه اللي اداني الثقه من اول وهله دخلت فيها الغرفه الملابس. النهارده بقى انا جوه الملعب مع وزير الدفاع كابتن حسن حمدي. نعم. اللي هو مثل الاعلى يعني. حسن وانا في الناشئين مثل الاعلى كان كابتن حسن طبعا وكان مصطفى يونس طبعا. عايز اقول لك كابتن مصطفى يعني الدكتور سمير حسن. والدكتور سمير انا لحقته برضك يعني، ما كانش ليه الحظ ان انا العب معاه يعني ان هو ما كملش لظروف. بنتكلم على كابتن انور سلامه هو اللي معانا في الصوره. كابتن انور سلامه واحنا بنكني ليه كل الاحترام وحشنا يا كابتن انور. كابتن انور وليه مواقف كتيره جدا معايا معانا كلنا مش معاك انت بس يعني. كابتن انور ليه مواقف كتيره جدا معانا ومواقف يعني بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح يعني. فكابتن حسن راح على طول مستلمني برافو ماهر هايل ماهر انا طبعا لمستش الكوره لسه. بيرفع من روحه المعنويه على طول. ايه الدروس استفدتها من كابتن حسن حمدي؟ هي دي يا كابتن، القيادة الشخصية، حب الفانيلا، تحس كده ان اخوك الكبير خايف عليك يا كابتن مصطفى. خد بالك وانا كنت ممكن ابقى يعني منافس ليهم يعني حد تاني. عندنا دي مش في النادي الاهلي بالظبط كده. حد تاني يقول لك ايه لا سيبك منه ما تغطيش اكشفه. طيب ايه الدروس اللي استفدتها منه فنيا؟ هو كان بيدي لك ايه دروس فنيه؟ يقول لك ماهر ما تعملش كذا اعمل كذا الكلام ده. المحطه كابتن بقى اللي انا استفدت منها بشكل كبير قوي لما رحنا الجزائر وخسرنا من مولوديه الجزائر هناك 3-0. لعبنا على الترتان. ده سنة 76. 76 وجينا هنا بضربة الجزاء مصطفى يونس كسبنا 1-0. ايوه. ضيعنا جوال كتير قوي. بس طلعنا من البطولة دي. بعد دي كانت أول بطولة نشارك فيها. أول بطولة نشارك فيها. بعد المباراة دي يا كابتن أنا ما لعبتش المباراة دي. كنت احتياطي. بعد المباراة دي التمرين الصبح يا كابتن مصطفى لقيته قبل التمرين بنص ساعة واخدني من الأوضة ونزلني على الملعب. قال لي تعالى ماهر. رحت. دخلنا 18 يا كابتن مصطفى. قال لي بص يا ماهر بين السكس يارد وضربه الجزاء ما تسيبش المكان ده. المكان ده اللي بيجي فيه منه الاجوال. المنطقه دي. عشان شافك انك طويل وبتاخد كل الكور العاليه. المنطقه المؤثره.
لو انت مضروب بره ال 18 الحق رد بسرعه في المنطقه دي. الحته دي يا ماهر تحت ضغط تشتت. الحته دي يا ماهر مفيش ضغط، امسك وابدا الهجمه سلم او كمل هجمه لقدام. بالظبط الحته دي لازم يبقى المهاجم في حضنك، الكورنر علينا عشان ما يلفش. الكورنر علينا لازم تبقى انت ظهرك للجول والراجل محطوط في حضنك. الفاول الجانبي لازم تبقى شايف الكوره وشايف الخصم. الفاول المباشر لازم تبقى واقف في الحيطه مش عارف عامل ازاي ما تتحركش. فوجئت يا كابتن مصطفى درس خصوصي من بقى نفذته بالحرف. ياه يعني انا قلت سبحان الله، يعني كابتن حسن حمدي اكتسب الحاجات دي ازاي؟ ما هي دي بقى، ما هو كان لعب مع كابتن شربيني ولعب مع ناس كتير جدا. ما هي دي ميزه النادي الاهلي في اولاد النادي الاهلي، ان جيل بيسلم جيل.